السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي تعمل موقعك بسهولة جدا وموقع سهل جدا ويب فلو. طيب خليني اقول له مثلا جيت ستارت، هبدأ. فبيقول لي ابدأ بالايميل او بالجيميل، يعني تقدر تكتب ايميل يكون سر او تبدأ بحسابك على جوجل. فبقول له ليتس جو، فبيقول لي احسن حاجة توصف بيها انت هتبقى هتعمل ايه، ويب ديزاين مثلا، كونتينيو. انت بتعمل موقع ده ليه؟ للكلاينت. انت اللي عندك اي خبرة ممكن تختار بقى اللي انت عايزه. انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ كل واحدة من دول هيدخلك على حاجة مختلفة. فبقول له بيزنس سايت او بلوك بورتفوليو ويب فلو. ده الموقع بتاعك اهوت، تمام. بيقول لك هنا اللي هتبدا تاخد الاشكال وتبدا تحطها، تمام. مش محتاج تقعد تكتب اكواد وشفرات وحاجه زي كده. الحاجه اللي تعجبك دراج اند دروب، وتبدا تكتب الكلام زي ما انت عايز جواها. ودي الاعدادات بتاعت كل حاجه هتعمل لها سيلكت. تمام. ممكن مثلا لو انت عايز تاخد حاجه مثلا كده تبدا تسحب، تعمل دراج للعنصر اللي انت عايزه. هو انا بس بيديك دروس ارشادية في الاول، تمام. بيقولك اختار الهيدنج وتبدأ بقى تكتب مثلا عمر سليم بالشكل دوت. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، باراجراف وتبدأ تسحب. عايز بقى تكتب بقى اللي انت عايزه، بيقول لي دبل كليك عشان تعدل كل حاجة انت عايزها. وبعد ما خلص تدوس بره الفقرة ديت عشان ايه تخرج من التعديل. هنا لو انت عايز تضيف زر، بيقول لي عايز تحطه اندر باراجراف. فتقول له انا عايز احطه هنا تحت الباراجراف، وتدوس مرتين وتعمل الاعدادات الخاصة بالزر دوت، تمام. فاكتب له بيم مثلا. وبعد كده ممكن تضيف صورة، تقول له مثلا عايز تضيف صورة. ويقول لي drag into the right column، حطها في الجزء اليمين اهوت، continue. فبتبدأ تعمل edit للحاجة زي ما شايف. هاي التعديل بسيط جدا. تقدر تنزل، تقدر تعمل سيلكت هنا، وتقدر تختار الاسم اللي انت عايزه وهكذا. نيكست. بيقول لك غير ال20 دي مثلا ل 63، 36 اهوت. ودي برضو ستة وتلاتين اهوت وهكذا. فزي ما انت شايف التعديل بسيط جدا. بيقول لك دي بقى كلاس معين او حاجة معينة، بحيث لما تدوس عليها يحصل التعديل دوت. فممكن تختار بقى ايه، بيقول لك اختار بريمري، بريمري بوتوم، بحيث ان لما تدوس هنا يحصل يفعل الحاجة ديت، تمام. فهنا بيشرح لك كل حاجة بالتفصيل، وتقدر تعمل الموقع بتاعك من غير ما تكتب اي شفر كود. بيقول لك عدل مثلا اللون للون دوت، عشان يتغير بشكل دوت. وبيبدأ بقى يوريك الحاجة تبقى عاملة ازاي، وكل التفاصيل اللي انت عايزها. في الاخر تقدر تعمل موقع احترافي من غير ما تستعين بشركة او كده. بيقول لك بقى خليني اوريك الموقع هيبقى عامل ازاي. تقدر تشوفه مثلا كموبايل، كتابلت، كايباد. وممكن تعمل بابلش للموقع بتاعك بالاسم اللي انت عايزه.
حسب الدومين اللي انت عايزه. ممكن تاخد واحد ببلاش بس هيضيف اسم الموقع، او تعمل حاجة جديدة. بيقولك بقى ادخل بقى شوف الموقع دوت اهوت. انت بقى ممكن تخليه اسم صغير، الموقع بتاعك اتعمل من غير ما يكلفك اي حد خالص.